أبو ركان، أختم هالملف معك بسؤالك عن مباراة فيتنام. إحنا اليوم نوصل للمنتخب السعودي، يصل إلى هانوي عاصمة فيتنام، قدامه 3 تمارين قبل المباراة، عنده فارق توقيت ما بين السعودية واستراليا، والحين فارق توقيت آخر ما بين استراليا وفيتنام، وعنده رحلة طويلة قضاها المنتخب السعودي اليوم، وعندك منتخب ما عنده شيء يخسره، فالعمل حيكون أكثر وين؟ جهاز طبي، جهاز فني، جهاز إداري، يعني خبرتك بمثل هالمواقف، من اللي ممكن يشتغل أكثر؟ كله المنظومة كاملة، المنظومة كاملة، لأنه لازم كل مين يقوم بدوره، لأنه يحتاج الفريق للاستشفاء، هذا دور الجهاز الطبي والمعدي، ودور الإداري بتخطيط الرحلة وتخطيط المكان وطريقة التنقل وإيش التغذية وإيش الوجبات وإيش هذه كلها، طبعا المدرب والأمور التكتيكية والفنية وداخل أرضية الملعب، فمعناته المنظومة كاملة. لكن خلينا نديك نقطة بسيطة أنا أتكلم فيها. أنا دائما أخاف إنك تأدي مباراة كويسة واللعيبة يشعروا إنهم ما أعطوا شيء، يعني ما يعطوا اهتمام كامل للمباراة القادمة. الآن لما أعتقد أن اللي شايف المنتخب السعودي لا بيقوم بهذا الدور، الجهاز الفني والجهاز الإداري بتثقيف اللاعبين إنه كل مباراة ملف مستقل، لازم كل مباراة تعطى حقها بكامل فنيا وتكتيكيا وطبيا واداريا وكل شيء، ملف كامل. انتهت المباراة حقت استراليا، تقفل ملفها، يفتح ملف مباراة فيتنام. مباراة فيتنام كبداية للمجموعة في المرحلة الإياب، دور الإياب. هنا الآن هذه كسب هذه المباراة نصر لك ورعب للفرق المنافسة، يعني حيكون هناك في انت ماشي في خط مستقيم وهم بينظروا لك. الآن انت ما تبي تنظر تحت، هم بينظروا فوق كيف هذا الفريق حيحصله. فانت دائما خليه هو قلقان ولا تخش انت في القلق. فلما الفريق يحصل على 3 نقاط ان شاء الله حقت فيتنام، ولازم المنتخب يركز على هذه النقاط الثلاثة اللي تعتبر مفتاح للمجموعة في الدور الإياب، ومفتاح للتأهل إلى كأس العالم 2022 إن شاء الله. فالسؤال هنا، هل إنك أنت تبغى تكون المتقدم والناس تنظر لك، ولا أنت تبغى تنظر للآخرين وتحصلهم؟ فطالما إنك أنت الآن ماسك القيادة، حافظ عليها بجدية وبانضباط، واترك الاخرين يعملوا حساباتهم. انت المهم تبعد عنهم في الحسابات وركز، لا تخش في مرحله القلق اللي هم فيها الان. وهذه نصيحتي للمنتخب السعودي، لانه هذه المباراه يعتبروها مباراه مفصليه بالنسبه لمفتاح هذه افتتاح هذه الدور الثاني لفتحة الاياب. والمفروض انه نحن ان شاء الله يوم الثلاث نكون مبسوطين ومطمئنين أكثر وخطوة إلى